السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا وعليكم. فيديو كده حبيت أشارككم فيه، وهو فضفضة مشاكل على الجروبات. كنا عاملين فيديو قبل كده، جروبات الحزن كده بتاعت الناس اللي بتفضفض مع بعضها، اللي هي الجروبات النسائية. فكانت مشكلة حبيت كده إن إيه نقراها مع بعض هبابة. هي مشكلة واحدة بتقول إن هي كانت عازمة سلفتها على الفطار، يعني تحس كده لسه في لسه خير، لسه البلد دي فيها خير، ان يعني واحده بتعزم سلفتها. المهم ان سلفتها وجوزها طبعا، اللي هو جوز سلفتها اللي هو اخو جوزها، للناس اللي ما تعرفش يعني ايه سلفه، وكانوا عازمينهم على الفطار، وهم بتقول للعلم ان هم عرسان جدد. فطول القعده عمال هو بياكلها في بقها، وهي طبعا بتطفحه بقه، هي كاتبه كده ويقول لها لازم تخلصي طبقك يا قلبي، الاكل المتبقي هيجري وراكي يوم القيامه، الهي تقوم قيامته البعيد. واخرة المتمة دخلوا يغسلوا ايديهم سوا في الحمام، وطول القعده هزار وضحك، وانا والمحروس اللي جاي عليه، قوم يا وليه هاتي هاتي يا وليه هاتي. الوليه قال الهي ولوله عليه ساعه. دي بتتكلم يا حبيبتي عن جوزها وبتفضفض برضه، واحنا برضه لازم نستحمل بعضينا. المهم ان هي في اخر البتاعه بتسال المشكله، فجأة فجأة كده النكت كده وخلق راب تنشنك، وبتبقى عايزه لها حل. فهي بتقول خلاصه الكلام ان انا معزومه بكره عندهم، وعايز الحزين على عينيه يطفحني في بقي زيها، اعمل ايه؟ بريئه ومشكله عويصه. في اول الكلام كده، اول ما قالت ان هي عازمها، انا قلت ان كان في طيبه وفي حنيه وفي كل حاجه. بس حبيبتي برضو المشكله انت مش محتاجه انك تقوليها، لان انت هتروحي ان شاء الله بكره العزومه، يا هتلاقيها مخنوقه، يا هتلاقيها محروقه، يا هتلاقيها مشنوقه، يا هتلاقيها مطلقه. ليه؟ لان حضرتك يعني غلك بان دي لسه، انت يعني انت اللي بتقولي ان هم عرسان، وجرت العاده عن الناس اللي هتبقى فاكره لسه متجوزه من 3 4 سنين لو الذاكره لسه موجوده، ان الموضوع ده مش هيستمر. يعني حرام، ليه نغل على بعضينا؟ ما هي انثى في الاخر زيها زيك، ما تسيبيها يا حبيبتي اكلها، ولا هي تنيل عليها تطفحه زي ما قلتي، عادي بعد كده هم اللي تمشي لهم ياكلوه. فدي ملهاش غير تعبير واحد، وهي الرمز الحقيقي. سامحني لأم سرم، وأم سرم للناس اللي بره مصر، هي دي اللي بتبقى قاعدة عمالة تاكل في نفسها كده، وحبيبتي بصة، يعني ما تبصي في أكلك، ما تبصي في أكلك، عزمتيهم طفحتيهم اللقمة، ما خلصنا. يعني أول ما قالت سلفتي وعملت لها أكل، حسيتي إن هي يعني أكيد فيش حد لازم سلفته، اللي هو حاطط لها سبغتيوت في الأكل، إنما دي اليوم عدى والدنيا عدت، بس غلها. نوتيلي بيت سوزوكي يا ما باين يا حبيبتي مستخسرة على انثى زيك، انه يقول لها ياكلها ببقها خلاص مره مره يا حزينه. الملخص ان هي دي الحربوقه اللي بتبقى في حياه كل واحده فينا. فردي عليها ان هو ما تتعبيش نفسك وتروحي، لان مش لحد يعمل لك اكل، هي اكيد من غلك وحقدك عليها زمانها ماتت. بس كده.